كرام بسم الله على بركة الله اندفع الجياد وأفراس المستورد عمر الأربع سنوات فأكثر متنافسة في هذا الشوط على كأس وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد على مسافة الميل ونصف الميل مسافة 2400 متر. مشاهدين الكرام تبدأ الانطلاقة مع هونس ديل ابن تريد فاير يقود هذا الشوط في المركز الأول. المتابعة تأتي من على ما يبدو ريدرنوي في المركز الثاني. مشاهدينا الكرام مع اندفاعة هذا الشوط وبداية الانطلاقة، إذن المركز الثاني براد سيسيلي، وأيضا المركز الثالث لموراني، ورابعا من دنتكراي مع مسافة الميل ونصف الميل مسافة 2400 متر. هونس ديل في المركز الأول ذو السبع سنوات في منافسة هذا الشوط. براد سيسيلي في المركز الثاني، المتابعة أيضا من موراني في المركز الثالث، ومن دونتكراي في منافسة هذا الشوط. إذن لازال هونس ديل يقود هذا الشوط وربما يهيئه لليجنز الاسم الآخر الذي يمثل الاسطبل الأحمر في اندفاع قوية لبقية الأسماء للتقدم وقيادة هذا الشوط. هونس ديل إذن في المركز الأول. المركز الثاني بليفيلو أيضا يحاول من الداخل في هذه الأثناء يتقدم مع من دونتكراي من الخارج قادم للمنافسة بقوة، وأيضا بقية الأسماء. يأتي ليجنز مع هذه المنافسة وأيضا أتابع أسماء الأخضر بكل قوة قادمة ريك دروبن، وأيضا هنا نشاهد التقدم مع من دونتكراي واحد من الأسماء الأبرز في هذا الشوط، واحد من الأسماء المرشحة، وقادم أيضا ليجنز وقادم أيضا بليفيلو في هذه المنافسة القوية. يتقدم بليفيلو إلى المركز الأول، إلى المركز الأول بليفيلو يتقدم بقوة في منافسة قوية للمركز الأول. مشاهدينا زب للمركز الثاني بليفيلو إذن ينهيها ويسجل الأول.